الجنوب الأبي من كلمات الشاعر قاسم محمد جبران الريوي اليافعي، وهي مهداة إلى قائد ألوية الدعم والإسناد القائد محسن الوالي، وإلى أركان حرب ألوية الدعم والإسناد وقائد اللواء الثالث دعم وإسناد العميد نبيل المشوشي اليافعي، مع تحيات شبل اليافع. ابن جبران راسي بالسماء علي، ابن جبران راسي بالسماء علي، حامي الدار والارض الجنوبيه، ارض غاليه ورخصنا لها الغالي، ارض غاليه ورخصنا لها الغالي، ارض حره ولن تقبل عبوديه، بالدم الطاهره نرخص وبالمالي، للجنوب الابي بالروحنا نبدي، خبر من هو حزب الاخوان قوتنا لازم تنهي، حزب الاخوان قوتنا لازم تنهي، حزب احرق وطن ما فيه رجالي، حزب احرق وطن ما فيه رجالي، حزب مدعوم من موزة وتركيا، حزب ارهاب لكن فيه مبالي، حزب ارهاب لكن فيه مبالي، دام ارضي في الابطال محمية، نحمل النغبة للزدي ونبالي، أو حثالات فالأحمر وحوثية، باسم قواتنا من فوهة الأهلي، نستعيد الوطن دوله وحرية، نستعيد الوطن دوله وحرية، باسم محور يقود محسن الوالي، باسم محور يقود محسن الوالي، الدفاعات حولها هجومية، خمسة الويها أولها مع التالي، خمسة الويها أولها مع التالي، جاهز مستعد كل الأروية، للتحيات منا محسن الوالي، للتحيات منا محسن الوالي، توصله مننا باقات وردية، أيضا أرجو تصل باقات طوالي، أيضا أرجو تصل باقات طوالي، للبطل غائد الأركان حربية، وصلوها لازم أو عبر جوالي، للمشوش تصل مليون بالمية، ونعمه من باطل قهر لعذالي، صادق الغول والأفعال والنية، صادق الغول والأفعال والنية، له مواقف وله بصمات وافعالي، له مواقف وله بصمات وافعالي، وسألوا عنها الحوثي وشرعية، ايش ماذا حصل في خبتنا الخالي، ايش ماذا حصل في خبتنا الخالي، كيف دسنا على العقرب وعلى الحية، الكتايب لها غدات ورجالي، الكتايب لها غدات ورجالي، كم من عصر شان موقف وجدية، مثل خالد ابو حمزة لها افعالي، مثل خالد ابو حمزة لها افعالي، له مواقف بطولية وفخرية، بالطرية وقع ذلك وهذالي، بالطرية وقع ذلك وهذالي، ما رجع منهم 20%، اغتنمنا ما دافعهم مع الالي، اغتنمنا ما دافعهم مع الالي، والمعدات يوئس وروسيا، جيشهم من ورق الاول مع التالي، ما بهم خير والغايد ابو لحية، طول المعركة دسناه طوالي، بل وظلت جثث الارهاب مرمية، بل وظلت جثث الارهاب مرمية، غالي اشتعادا معتوه رحالي، غالي اشتعادا معتوه رحالي، كيف يدخل وبيته ما غدر يحمي، ما حمى غرفة المكلف ولا بالي، ما حمى غرفة المكلف ولا بالي، بل وسب المره يا للخزايا يغسل، ما عاد تحلموا يا شعب همالي، تدخلوها في الرشاش والجنبي، خذ يمين القسم بالواحد العالي، انكم صيد نتغدى ونتعشي، انكم صيد نتغدى ونتعشي.